من أشخاص أو منصات أو جروبات أو مجموعات لا تستند لأي ورقة علمية تتحدث عن شأن يخص صحة أطفالنا. الدولة والحكومة بموجب القانون معنية بحماية الأطفال ورعايتهم وتقديم الرعاية الصحية لهم. اليوم أرحب بزملائي هنا الموجودين على هذه المنصة، معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أستاذتنا الدكتورة نجوى خوري عطوفة رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض، أيضا الدكتور باسم زايد، وأيضا الدكتور علي عقلة، والزملاء الكرام الدكتور نزار إمهيدات والدكتور حازم القرال، دكتور فارس البكري زميلنا في الجامعة الأردنية. شكرا لوجودهم معنا، شكرا لأنهم تركوا شؤون التدريس والتعليم وجاءوا اليوم ليقفوا معنا في هذه المنصة أو يجلسوا ليردوا على أسئلة الزملاء في وسائل الإعلام المختلفة. مرة أخرى أشكر كل المواطنين الملتزمين أيضا بالحملة الوطنية، وأشكر كل من لديه سؤال ويريد أن يستمع منا وينصت إلى هذه الآراء والعقول العلمية. أترك المجال الآن دكتور فراس أمام الإعلام الأردني المحترم ومختلف الوكالات الأردنية والفضائيات العربية. لو سمحت، أسئلة يسألها الناس: ما هو الفرق بين الحملة وبين برنامج المطعوم الوطني؟ ما هي مأمونية اللقاح؟ لماذا اليوم هذا الجدل تصنف؟ لماذا هذا الجدل يأتي اليوم في ظل حملة وطنية؟ وهل الحملة اليوم مطلوب الاستمرار فيها؟ متى يمكن أن تتوقف؟ ومتى يمكن أن نبدأ بالعودة لما كنا عليه بمأمونية الوضع بما يتعلق بمسألة الحصبة؟ تفضل. شكرا. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم في وزارة الصحة. اليوم سعيدين بوجودكم حتى ننقل رسالة العلم. يعني عندما نتحدث بالطب ونتحدث بانتشار لأي مرض، وكما تعلمنا من جائحة كورونا، يمكن العديد من هذه الأسئلة أصبحت معروفة لدى الناس. نتحدث قليلا عن انتشار الحصبة في الأردن. هذا ليس الانتشار الأول، وليس هذه الحملة الأولى التي يقوم بها الأردن، وتحديدا البرنامج التطعيم الوطني ووزارة الصحة وكل الشركاء. شهدنا مثل هذا الانتشار في عام 2013. عدد كبير من الإعلاميين غطى هذه أو تلك الحملة في ذلك الوقت، والمقابلات موجودة على اليوتيوب. بدأت طبعا الانتشار في هذه المرة، بدأ بشهر نيسان 4 الفائت، بدأت الحالات بالظهور، وتعريف الانتشار عالميا هو ظهور أكثر من 5 حالات للحصبة. العدد إحنا عندنا ما بين شهر 4 إلى شهر 6 وصل إلى 163 حالة. طبعا إحنا في الحملة السابقة بعام 2013 لما قمنا بحملة التطعيم كان أقل من 130 حالة عندما بدأنا في الحملة، ومصادفة الحملة السابقة بعام 2013 أيضا بدأت بشهر 11 من نهاية العام. طبعا إحنا منذ بداية الانتشار اللي حدث في شهر نيسان تم تحديد الخطة من قبل وزارة الصحة. قامت وزارة الصحة بالإجراء الأول واللي هو التدخل السريع للسيطرة على بؤر الانتشار، وذلك من خلال التعرف على المصابين وأيضا المخالطين، القيام بتحديد الفئة المستهدفة واللي كانت حوالي 120 ألف شخص، والقيام بوضع خطة لتطعيمهم بالكامل. وتم تطعيمهم مع انتهاء أمس، تم تطعيمهم بالكامل 120 ألف شخص. طبعا قمنا بتطعيم الأشخاص المصابين زائد المخالطين لهؤلاء المصابين بمحيط 1000 متر. هذه الخطة مبنية على أساس علمي جربتها دول كثيرة انتشرت عندها الحصبة، ومنها على سبيل المثال الولايات المتحدة بعام 2019 طبقت نفس هذه الخطة في مدينة نيويورك، واستطاعت انها تسيطر على هذا الانتشار. اليوم احنا وضعنا افضل كثير من السابق. هذا الانتشار حدث لأسباب متعددة، اهم هذه الأسباب وجود ثغرات في التطعيم، وهذه الثغرات تحدث نتيجة لما نسميه بالإعياء والتردد في أخذ المطاعيم واللي زادته جائحة كورونا على مدى 3 سنوات، بالإضافة إلى
الحظر اللي كان تقوم به الدول، هذا أدى إلى خفض نسب التطعيم من النسب المرتفعة واللي احنا لازم نوصل إليها، واللي حوالي 95% من الفئة المستهدفة، انخفضت هذه النسب إلى حوالي 77%. نجحنا خلال السنتين الماضيتين إلى رفع هذه النسبة مرة أخرى إلى حوالي 91%، واليوم نهدف إلى الوصول إلى 95%. بالمناسبة بحملة 2013 كان الهدف القضاء على الحصبة في الأردن، فالغرض من التطعيم في ذلك الوقت أن نقضي على الحصبة في الأردن، لكن من المتعارف اليوم عليه وخاصة حدوث الجوائح والانفتاح اللي صار بالحدود عالميا بعد جائحة كورونا المصحوب بانخفاض نسب التطعيم، حرية الحركة مع تدفق لاجئين من عدة مناطق في دول العالم، في كل دول العالم، هذا ساعد على نقل هذا المرض إلى دول العالم المختلفة. طبعا بناء على هذا الكلام تم وضع الخطة المستمرة حتى نصل إلى السيطرة التامة وأيضا تحقيق الهدف اللي هو القضاء على الحصبة. ليش الحصبة؟ أنا مش راح أدخل كثير بتفاصيل لأنه الخبراء اليوم في هذه المواضيع راح يحكوا عن خصائص هذا المرض، لكن من أهم خصائصه هو سرعة الانتشار وشدة أثره على الأطفال. يعني إذا بنتذكر زمان بجائحة كورونا كنا نحكي عن الرقم التكاثري أو الريبروداكتيف نمبر، وكنا نحكي عن رقم 5 و8 وأقل من 5 وأكثر من 10، في الحصبة هذا الرقم يصل إلى 18، فبالتالي هو شديد العدوى وخطير على أطفالنا، ورح أترك مجال لزملائي يتحدثوا عنه. لكن اليوم بدنا نحكي، الخطة هي القيام بهذه الحملة باستخدام مطعوم آمن وفعال تم استخدامه في الأردن بحملة عام 2013، وتم إجازته من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ذلك الوقت، ومعانا الأوراق وممكن نزودكم فيها، هذه الأوراق موجودة في ملفي. لذلك إحنا لا يمكن مثل ما تفضل معالي أنه نعرض أبنائنا لأي خطر، بالعكس تم إعطاء حوالي ما يقرب من 4 ملايين جرعة في ذلك الوقت دون حصول أي مضاعفات غير متوقعة من برنامج تطعيمي معروف. لما نطعم إحنا في أعراض جانبية بسيطة وفي أعراض جانبية خطيرة لكنها نادرة جدا. فاليوم تكاثف الجهود مهم جدا، علينا أن نحافظ على برنامج التطعيم الوطني من خلال وأد الإشاعات. هذا البرنامج برنامج مهم، حقق الكثير من السمعة في محيطنا القريب والمحيط العالمي، وسمعة الأردن في مكافحة الجوائح حقيقة هي سمعة طيبة جدا. لذلك يجب أن لا نتسبب بأي ضرر في برنامج الوطني اللي هو قائم الآن. بالمناسبة أنا سعيد جدا أنه مواطننا الأردني اليوم هو مواطن واعي، لم تؤثر عليه الدعايات والإشاعات، واستمر بأخذ المطاعيم الروتينية اللي إحنا بنعطيها. يعني إحنا لازلنا الآن ونحن نتحدث إليكم نقوم بزيارات إلى مدارسنا وتطعيم أبنائنا ضد الأمراض مثل الكزاز ومثل الدفتيريا وغيرها حسب البرنامج الوطني اللي إحنا بنقوم فيه. ومن ضمنهم طبعاً الـ MMR اللي هو الحصبة، ومن ضمن يعني البرنامج الوطني لا يزال كما هو. أنا بدي أتحدث اليوم في نقطة مهمة يا جماعة، في تاريخ الأردن وتاريخ البرنامج التطعيم الوطني في الأردن لم نفرض المطاعيم ولم نجعل من ذلك أمر إجباري، وحتى في جائحة كورونا لم يتم الفرض. إذا نظرنا أيضاً إلى الحملة التي قامت بها وزارة الصحة في العام 2013، اكتفينا بإرسال نماذج إلى أولياء الأمور يتم تعبئتها بالموافقة أو الرفض مع إبداء الأسباب، ونترك دائما التقدير لأولياء الأمور. نحن نعمل لمصلحة أبنائهم، وأنا ما بعتقد، والدليل حملة 2013 اللي شهدت شبه تحرك مماثل للي بنشهده اليوم، لكن استطاعت الوزارة والبرنامج التطعيم الوطني أن يكسب ثقة الناس، واستطعنا أن نطعم 3,700,000. واليوم نتوجه إلى الجميع، الإعلام إعلامنا مسؤول ورائع، وشاهدنا في خلال الأيام الماضية كيف تصدى هذا الإعلام
لكل المعلومات الخاطئة، وأنا بدي أتحدث وبكل صراحة، واليوم أنا متأكد أنه معالي الدكتور سيدير الجلسة بحيث نجيب على كل الأسئلة اللي عندكم اللي بتتعلق بحتى المعلومات الخاطئة التي وردت على الإعلام. إذن حملتنا مستمرة إن شاء الله، نتوقع لهذه الحملة أن تبدأ حسب وصول المطعوم، المطعوم لم يصل حتى الآن، نتوقع وصوله مع نهاية شهر 10 اللي إحنا فيه. ستمر آلية التحقق من المطعوم وسلامته من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي نعتز بها وبأدائها بالطرق الروتينية اللي ضمنت سلامة هذا المطعوم والمطاعيم الأخرى على مدى السنوات الطويلة في برنامج التطعيم الوطني واللي عمره اليوم بيزيد عن 40 عام. وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات نتوقع أن تبدأ هذه الحملة يمكن بالأسبوع الأول أو الثاني من شهر 11، يعني إحنا العامل اللي بيحددنا اليوم هو وصول المطعوم. التلخيص اليوم، الحملة مستمرة بإذن الله، لا يوجد إجبار على المطاعيم، إعلامنا الإعلام الذي نثق فيه سيبث الرسائل الصحيحة، ومواطننا اللي حصل على ثقة وزارة الصحة واحتضانها لأبنائهم وأبنائنا اللي هم لا يمكن نضر فيهم، احنا متأكدين انه ستصل الرسالة الصحيحة الى هذا المواطن كما وصلت في عام 2013. انا رح اتوقف حتى ما اخذ كثير من الوقت، وشكرا لكم جميعا. شكرا دكتور فراس الهواري وزير الصحة. ايضا الاعلام يريد اجابة من المسؤولين عن المعلومات التي نقول بانها غير صحيحة ومضللة، ما هو مسارها، ما هو مصيرها ايضا، وكيف نتعامل معها. معالي الدكتور عزمي محافظة وزارة التربية والتعليم، وبصفتك الطبيب وبصفتك المرجع العلمي أيضا وبصفتك المسؤول عن أبنائنا في المدارس، إذا سمحت، ما هي واقعية ما يجري وما هي أهمية التصدي لما ليس هو علمي وليس هو عقلاني أو غير مدعوم بحقائق علمية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا بعتقد أنه ما يجري خطير جدا، وربما لا يقدر الجميع أو كثير من الناس لا يقدر خطورة الأمر. الحصبة من الأمراض الفتاكة ومن الأمراض التي تسبب وفيات ومن الأمراض التي تحدث آثار طويلة الأمد، يعني ممكن في خاصة الإصابات لدى الأطفال أقل من سنتين قد تحدث مرض يسمى التهاب الدماغ تحت الحاد المسلط تحت الحاد، subacute sclerosing pancephalitis. هذا مميت، ما في شفاء نهائي منه. هذا أحد المضاعفات الحصبة. الحصبة بتسبب التهاب رئوي، بتسبب التهاب دماغ بالمرحلة الحادة عدا عن الطفح يعني. والحصبة قد تسبب عند خاصة في نقص تغذية أمراض شديدة، وقد تسبب العمى، يعني مضاعفات هذا المرض خطيرة جدا. وتم يعني السيطرة على هذا المرض لدرجة أنه لم نعد نرى حالات في الأردن، تقريبا صفر حالة في العام بفعل برنامج التطعيم الوطني الذي استمر عبر عشرات السنين وكان نجاحه كبيرا. نسبة التغطية في المطاعيم في برنامج التطعيم الوطني كانت أكثر من 98%، مثل ما أشار معالي الدكتور فراس، الحصبة بدها أكثر من 95، ولذلك كان ما يكون عن نسجل حالات لأنه إحنا وصلنا إلى نسبة عالية جدا من التطعيم. ولكن بسبب جائحة كورونا، وهذا ليس أردنيا فقط بالعالم، كان في نقص في الإقبال على المطاعيم. إحنا أغلقت المراكز الصحية 6 أسابيع بداية جائحة أغلقنا، وبعدين صار في إغلاقات، فكان الإقبال على المطاعيم قليل. تقدر يعني كان مقدر منظمة الصحة العالمية أنه حوالي 6 من 10 أطفال ما أخذوا مطعوم الحصبة في تلك الفترة. هذا يعني 60-40% التغطية، هذا أدى وكان متوقع أن تحدث أوبئة خاصة مثل الحصبة. فال163 حالة هي المكتشفة، وهذا لا يعني أنه هي كل الحالات فقط 163، أنا أعتقد أنه هي أكبر، لأنه لا يمكن أن تحيط بكل الحالات، لأنه في ما بيراجعوا المستشفيات في لأسباب لا تشخص لأسباب كثيرة. فالأمر يعني خطير، والأمر لا يجوز السكوت عنه لكل هذه الأسباب. التطعيم، إحنا مش أول مرة بنعمل حملة تطعيم وطني، اللي الدكتورة نجوى أنا وياها شاركنا شخصيا بشلل الأطفال ببداية 90s، كانت الإقبال شديد على الحملة، يعني
كان استجابة الشعبية الناس للحملة المطاعيم كانت رهيبة، واللي كانت عنا يعني عدد لا يتجاوز، ما بتجاوز 30 حالة بالشلل الأطفال كل الحالات اللي صارت، لكن هذا كان ينبئ بعودة مرض خطير جدا اللي هو شلل الأطفال، والحصبة أخطر وأشد وأكثر عدوى كما أشار معالي الدكتور فراس. يعني تصوروا شخص بيعدي 18، بالإنفلونزا بيعدي واحد ولا اثنين فقط، فنسبة انتشاره مخيفة. هلأ المطعوم والحكي حول المطعوم، يعني هناك خزعبلات تنشر يتم تداولها من قبل أشخاص وجمعيات ويعني أسماء براقة، لكن في الحقيقة أنا بعتقد الدور اللي بتقوم فيه دور يعني مشبوه غير وطني على الأقل. الشركة التي تنتج هذا المطعوم اللي هو سيرم انستيتيوت اوف انديا من أهم شركات العالم في إنتاج المطاعيم، مسؤولة عن إنتاج 80% من مطاعيم الإمار 80%، يعني حصته من السوق 80%. 57 دولة استخدمت هذا المطعوم، أوروبا، بريطانيا، حتى بأثناء كوفيد ينتج كافة المطاعيم، فهو مركز يعني متميز في إنتاج المطاعيم. يعني وما أثير ليس له أساس علمي، الحكي اللي pre-qualified ترجم بعكس ما يرد. pre-qualified يعني مؤهل مسبقا، مش بيستنى التأهيل، يعني هو فقط مؤسستين بالعالم عندهم هذا الوصف من منظمة الصحة العالمية، معتمدين مسبقا، يعني هذا إنتاجه فعال مأمون، حتى في معايير النقل مشمولة والثيرموستابيليتي يعني ثبات المطعوم، كل هذه المعايير تم التأكد منها قبل منظمة الصحة العالمية. ويعني اللجوء إلى الإنترنت وتطلع أوراق أرقام لا ما أنزل الله بها من سلطان وليس لها علاقة بحقيقة الواقع والأمر، أنا بعتقد هو بيأثر على نفسية الناس، يشوه ويؤدي إلى فوضى في وإرباك. ما نراه أمام المدارس حقيقة مؤسف، ما نراه من قيام ناس، أنا بقول لكم رئيس مجلس تطوير تربوي بينشر وبيقول الأهالي ما تروحوا على المدرسة طعمه، هذا مؤلم، هذا مؤلم لمن لا يعرف أن هذا الطفل إذا لم يطعم أولا هو نفسه قد يصاب، ولا سمح الله الإصابة قد تكون شديدة ويعدي غيره. هذا أمر أنا ما بعتقد أنه معهود في عنا، هذا أمر جديد على المجتمع الأردني. المطاعيم وبرنامج التطعيم الوطني في الأردن كان مثال ونموذج، وحملات التطعيم كانت تستقبل يعني القبول والإقبال عليها بشكل كبير، وأنا بعتقد الإعلام دوره كبير جدا، ما ينشر على السوشيال ميديا لا يمثل الناس الحقيقيين، الناس اللي بيعرفوا العلم متيسر ومتاح، وبالإمكان الزملاء يطلعوا على أوراق ويشوفوا النشرات حول هذه المطاعيم. فيعني هناك نحن نعول كثيرا على الإعلام لتوضيح الصورة، ما بدنا يعني يكون بدون مبرر علمي، لا لتوضيح الصورة للأهل، لأنه هم أنتم شركاء ونحن يجب أن نحمي طلابتنا وأطفالنا من هذا المرض الخطير. يعني أنا هذا ما أردت أن أقوله، وإذا في أسئلة. شكرا معالي دكتور عزمي محافظة. عندما تتقابل الخزعبلات واللاعلم والجهل مع العقل والعلم والصحة، يبقى المنفذ الأساسي للمواطن هو الإعلام المسؤول اللي حضراتكم تمثلوه. بس بدي بجزئية دكتور فراس، هناك أمس من تحدث أنه في دول طعمت من هذا المطعوم وتوفى 14 حالة، بدقيقة إذا سمحت أو 16، ما هي الجزئية هذه وما هي درجة اليقين العلمي بهذا التصريح اللا مسؤول؟ تفضل. أشكرك معالي الدكتور، يعني حقيقة هذا واحد من الأمثلة اللي اليوم بدنا نستخدمها حتى نثبت للجميع مدى الضرر المقصود اليوم والمشبوه حقيقة، واللي بقوموا فيه جهات غير مسؤولة للإضرار في البرنامج الوطني للتطعيم. امبارح عرضوا ورقة أنه 15 وفاة، إحنا اليوم بدنا نعرض التقرير الحقيقي للتحقيق بال 15 وفاة. هذا التقرير هو تقرير التحقيق، المطعوم لم يكن له أي دور، ونحن منزودكم بهذا التقرير، المطعوم لم يكن له أي دور. هذا المطعوم استخدم في دولة عربية شقيقة،
تم تزويدهم بالمطعوم وهو يكون على شكل بودرة. المطلوب حله في سائل مائي. للأسف بسبب قلة الخبرة تم وضعه في ثلاجات في الدولة الشقيقة. في الدولة الشقيقة طبعاً، إحنا اليوم ما بنتحدث عن الأردن. تم وضعه بجانب عبوات دواء سائل اسمه أتراكيوريوم، والأطباء بيعرفوا شو الأتراكيوريوم، وهو دواء يشل العضلات، يستخدم في العمليات لشل المريض من أجل القيام بالعملية. فبدل أن يخلط مع الماء خلط مع هذا الدواء وتسبب بشلل مباشر وإيقاف الجهاز التنفسي لهؤلاء الأطفال. للأسف من عرض وثيقة وفاة 15 طفل لم يعرض هذا التحقيق، فعرضها بشكل حتى يشوه صورة هذا التطعيم. وأيضا إذا بتسمح لي دكتور، تحدث أيضا عن دراسة إنه هذا المطعوم تحت الدراسة، وأيضا لوح بالدراسة اللي أنا أحملها اليوم أمامكم نزودكم فيها على العكس تماما. هذه الدراسة التي لم يتحدث عن محتواها وفقط تحدث إنه هذا المطعوم تحت الدراسة. بالعكس، هذه الدراسة اليوم جاءت لتثبت هذا المطعوم واستخدامه ليس فقط في لحظات الانتشار، وإنما كجزء من برنامج، أي برنامج وطني للتطعيم. وأثبتت الدراسة في السطر الأخير سلامة هذا المطعوم وأعراضه الجانبية التي لا تختلف عن أي من المطاعيم. لذلك أن نلوح بأوراق أمام الكاميرات دون أن نتحدث عن محتواها أو حقائقها، اليوم نضعها أمامكم حتى تكونوا أنتم الحكم. أبنائنا اليوم هم همنا الأساسي والرئيسي، ومستعدين إحنا اليوم نجاوب أي سؤال حتى نصل جميعا. وبالمناسبة إحنا متوقعين كنا هذا الكلام حدث بال 2013، مش مستغرب، بكل دول العالم بصير. إحنا بنأخذه بصدر رحب جدا، ورح نستمر معاكم ومعانا أكثر من 6 أسابيع إلى أن نبدأ بحملتنا. أهلا وسهلا بكم بأي سؤال. جميل. أذهب للدكتورة نجوى خوري. دكتورة نجوى، أنت مرجعية علمية في هذا الجانب كما هم الزملاء اللي هنا على المنصة أيضا. القصة باختصار، عندما نريد أن نطعم أطفال هل يمكن أن نتراخى أمام سيل من المعلومات الجارف غير العلمي والذي هو جزء من الإشاعة والتضليل، وما هو رأيك فيما يجري؟ تفضلي. أنا من ملحوظاتي، مش أول مرة كانت الشائعات تيجي لمن إحنا بنعمل مطاعم، هذا مش جديد. كنت أنا في سابقا عنا عملنا حملات كبرى بالنسبة للشلل، مش بس الحصبة، عملنا للشلل خاصة أكثر من الحصبة، إنه نعطي دائما، ودائما كانت تبقى هنالك شائعات. المشكلة بالشائعات الآتية، حسينا إنه كثير من الأحيان بتلاقي اللي حابب يكون عنده شهرة دائما بحط حاله بمشروع كبير إله، يعني الكل عامل أعماله بتسمع عليه، بعطي لحاله أهمية إنه هذا الموضوع إنه ممكن يكون هنالك مضاعفات. بحب أشير إنه في بعض منها المشكلة إنه مرات فعلاً في لحالات نادرة جداً جداً، فيش إشي بالدنيا 100% مأمون. أنا بعطيك، يمكن نروح أنا وياك نتغدى ونأكل سمك، ويمكن واحد فينا يكون عنده حساسية للسمك ونقول والله كل السمكات اللي بالأردن خربانة. المشكلة لازم الواحد دائماً يتأكد من المصدر ويكون أكيد إنه فعلاً اللي حكوه صح أم له علاقة بإشي مش مزبوط. مثلاً موضوع إنه يكون يمكن عندك حساسية لشيء، نعم مش راح نقول إنه لا، مش راح نهملها، ولكن هذا في الوقت الحاضر من أقل الأهميات، لأنه إحنا مش عم نعطي المطعوم ما فيش إشي، والله مش خوفانين. الحصبة مرض خطير وخطير جداً. بحب أشير إلى إنه نمرة واحد من أهم وأكثر إشي، يعني هلأ واحد فينا عماله عنده مبلش الحصبة ونترك الأوضة هذه، بعد ساعة لو دخل أحد آخر يمكن ينعدى إذا كنه ما عنده شيء، لأن هي بتطير بالهواء، فهي أكثر انتشارا من أي مرض آخر في أي منطقة. هي واحد. نمرة اثنين، الحصبة ممكن تؤدي مش بس لالتهاب رئوي، مش بس لطفح جلدي، ولكن أيضا مثل ما حكيت التهاب دماغي 1 بالألف. فأظن أنه لازم الناس تعرف أنه الحصبة من الأمراض الخطيرة، وضروري جدا الالتزام بالتطعيم، لأنه إحنا أولادهم كمان بدناش إياهم أنه يصفوا كل المدارس تنتشر فيها، وممكن أن نرجع محل ما كنا. في عنا أدبيات كثيرة
وبديش أحكي عن حالي، في كتير بما فيهم مع الدكتور عزمي، مش غلط إنه تطلع أدبياتنا مكتوبة بالميديكال جورنال عن هالموضوع. شكرا دكتورة. دكتور نزار مهيدات تفضل. اللقاح، الأسئلة، التسجيل، ماذا يعني التسجيل؟ لماذا هو غير مسجل اللقاح في الوزارة، في مؤسسة العامة للغذاء والدواء؟ أيضا ردك على ما يقال بأنه ما في دول مسجلته، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، الإخوة الإعلاميين ومن حضر، السلام عليكم ورحمة الله. يعني أصحاب الاختصاص من الناحية الطبية أشاروا بشكل مباشر وواضح بأنه تدني مستوى التطعيم أثناء الفترة الماضية، فترة كورونا، أدى إلى وجود بعض الانتشار أو الزيادة في حالات الحصبة، وأشاروا أيضا أصحاب المعالي إلى أنه هذا المرض خطير جدا، وكونه خطير هنالك حاجة لمطعوم لدرء تفشي هذا المرض وأحداث حالات وفيات. بصف الموضوع في جهتين، الجهة الأولى وهي مسؤولية وزارة الصحة بشكل مطلق، حماية المواطنين الأردنيين وتطبيق قانون الصحة رقم 47 لعام 2008، وبالتحديد المادة 18 ألف وباء وجيم. والشيء الثاني يحتم على المؤسسة المعنية وهي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهي المؤسسة الحصرية المسؤولة عن مأمونية المستحضرات الصيدلانية وغذاء الأردنيين. الدواء الغير مسجل لا يعني أنه غير آمن. عندنا مجموعة كبيرة من الأدوية مسجلة ومتداولة في الأردن، بلغ تعدادها تقريبا 8500 دواء، لكن هذا لا يعني بالمطلق أنه هاي الأدوية الموجودة في العالم. هنالك الكثير من الأدوية الغير مسجلة عندنا في الأردن، ونحتاجها بشكل يومي وبشكل حيوي وضروري جدا، يتم استيرادها بشكل سنوي. ليش يتم استيرادها ومش مسجلة؟ لأنه ما فيش وكيل، ممكن يكون هامش ربحها إذا تم تسجيلها بسيط ولا يفي بالغرض، أو أنه هاي الأدوية ممكن تكون مطلوبة للقطاع العام للعطاءات ونسبة استخدامها في القطاع الخاص قليلة، أو أنه الدواء مسجل الأصيل وتم إيقاف إنتاجه لسبب فني معين، نقل موقع تصنيعي، إن الشركة انباعت لشركة ثانية وصار في بينهم خلاف على الأسواق، نضطر إنه نلبي الحاجة الدوائية وحفاظا على الأمن الدوائي بإنه نعطي إحنا شهادة سماح استيراد. طيب شهادة سماح الاستيراد اللي تنعطى هاي للأدوية الغير مسجلة، ما في ملفات تقدم ومعززات حتى يتم الموافقة على استيرادها؟ نعم، هنالك المعززات التي تفي بغرض التأكد من مأمونية وفعالية أي مستحضر يتم جلبه أصوليا إلى المملكة الأردنية الهاشمية. فأنا دوري أجاوب كمؤسسة عامة للغذاء والدواء، هل الدواء آمن اللي هو الـMR المطعوم؟ نعم هو آمن، لوجود معززات المأمونية لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ليش نستورده؟ حاجة. هل تم استيراده مسبقا؟ نعم، تم السماح استيراده عام 2013 بتقريبا 3,640,000 جرعة، وتم إعطائها للمواطنين. الآثار الجانبية، أي مستحضر دوائي في العالم في آثار جانبية خلال الدراسات السريرية اللي تنعقد وتنعمل، وبتم طلبها أيضا عند السماح بالاستيراد للتأكيد على المأمونية، في آثار جانبية. لكن بصف أنه يعني الفائدة أكثر من الآثار الجانبية اللي ممكن تصير، صحيح. فهذا شيء اللي هو المطعوم آمن، نعم آمن، فعال، نعم فعال، مصانعه معتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نعم معتمدة، وليس المطعوم الوحيد اللي يتم استيراده من هذا المصنع للأردن. هنالك العديد من المطاعيم والعديد من الأدوية اللي تصنع في نفس المصنع الهندي اللي هو سيرم انستيتيوت اوف انديا، ويتم استيرادها وتداولها في السوق المحلي سواء القطاع الصحي العام او القطاع الصحي الخاص.
ومن هذا المنبر وعلى مسامعكم، وأنتم خير رسول حقيقة الإعلاميين، المطعوم آمن ولا يوجد أي سبب للتخوف من التطعيم. نصل إلى نسبة 95% لكسر حلقة الانتشار. ما أود قوله أيضا بأنه وجودنا اليوم كمؤسسة نقابة هنا والزملاء الأفاضل الأطباء أصحاب الاختصاص، أصحاب الاختصاص الدقيق في هذا الموضوع بالإضافة إلى الوزارات والجهات الحكومية، هو رسالة طبية موحدة من جميع المرجعيات الطبية في الأردن اليوم بالتأكيد على ضرورة إنجاح هذه الحملة. وأنا اليوم أعول على وعي المواطن بأنه أن لا نلتفت إلى رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة غير معروفة المصدر والهدف، ونهمل الرسالة الطبية الموحدة من جميع المرجعيات اليوم. يعطيكم العافية. شكرا. كما نأمل أن لا نستخدم أطفالنا في التعبير عن مواقفنا، من حق أطفالنا يكونوا آمنين، وأن لا نستخدمهم في التعبير عن مواقفنا ضد ما يجب أن يكون سبيلا لأمنهم وصحتهم. دكتور فارس البكري، أيضا أنت جزء من حلقة علمية وبرنامج طويل علمي في هذا الجانب، اليوم ماذا نقول أيضا بالذات لأولياء الأمور فيما يتعلق بأمن وصحة أطفالهم ومأمونية اللقاح؟ ولا أركز على المأمونية هنا من أجل الحديث عنها كجوهر، إنما من أجل التأكيد على أن القناعة عبر العلماء هي أفضل من القناعة عبر أي أشخاص آخرين. تفضل. شكرا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع المطعوم موضوع مهم جدا، لكن راح أعلق على الإشاعات. الإشاعات قد يقولها إنسان يعني بعدم مبالاة، لكن أثرها راح يكون مدمر. الأذى التي تولده بعض الإشاعات قد ينتج عنه وفاة إنسان آخر، وقد ينتج عنه معاناة أسر ومعاناة أطفال تمتد مستقبلهم لسنوات. ليس سهل جدا إطلاق الإشاعات، لكن تبعاتها ستكون كبيرة جدا. كلمة واحدة قد تدمر حياة أسر. يعني ممكن تذهب إلى المستشفى وترى معاناة مثلا الأطفال في أي مرض كان. في أيام جائحة كورونا رأينا ناس رفضوا التطعيم، وكانت يعني العواقب سيئة. لا نريد أن يعني حتى في تجارب دول أخرى، تجارب دول التشكيك بالمطعيم، لأن المطعيم ليس جديد. كل مطعوم تم التشكيك فيه في أوروبا الشرقية، في أوروبا، في حتى في الولايات المتحدة هناك ناس شككوا بالمطعيم وكانت العواقب وخيمة. فأرجو أن لا نتبع هذه الإشاعات. وهناك يعني المصادر العلمية مليئة بالآراء الحقيقية والآراء العلمية الرصينة، وهذا ليس جديد كما تفضلوا معاليهم، أنه التشكيك بالمطاعيم ليس شيء جديد. شكرا. شكرا دكتور باسم زايد. تفضل ممثلا لمنظمة الصحة العالمية. كثير من الناس يسألوا أنه منظمة الصحة ما أجازت، منظمة الصحة ما سمحت، تمنع، تحول. يعني هناك ناس نصبوا نفسهم مكانكم حتى يفتوا للشعب الأردني بأمر لا يعرفوا فيه كثيرا. ما هو الموقف لو سمحت لديكم حيال هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا عليك وأهلا بحضراتكم جميعا. أنا اسمي دكتور باسم زايد من مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، بالإنابة عن دكتورة جميلة الرعبي ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن التي تعتذر لتواجدها خارج الأردن في مهمة عمل. حقيقة يعني دعوني أؤكد مع حضراتكم يعني ما قالوا معالي الوزراء وزملائي من القامات العلمية الموجودة. اللقاحات واحدة من أعظم وأبرز قصص نجاحات الصحة العامة التي حققتها البشرية بهدف القضاء على الأمراض. المطاعيم تحديداً أنقذت حياة الملايين من البشر. يمكن بيقدر سنوياً بإنقاذ حياة ما بين 3.5 إلى 5 ملايين حياة سنوياً بسبب المطاعيم. على الرغم من توافر لقاح آمن وفعال من حيث التكلفة، كان هناك ما يقدر بنحو 128 ألف وفاة ناجمة عن الحصبة على مستوى العالم في عام 2021، كما ذكر معالي وزير الصحة ومعالي وزير التربية. فعلا نتيجة ضعف برامج التطعيم، وزي ما قال دكتور فارس أنه البعض بدأ يشكك لأهداف ما، فبدأ يقل الإقبال على بعض التطعيمات في بعض الدول. معظم هذه الوفيات 128 ألف كان بين الأطفال دون الخامسة غير المطعمين.
أو الذين لم يتم تطعيمهم بقدر كافي. تطعيم الحصبة أدى إلى تجنب نحو 56 مليون وفاة ما بين عام 2000 و2021. الحصبة كما ذكر معالي الوزراء وزملائي المتخصصين مرض شديد العدوى وخطير، وينتج عن فيروس يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. يمكن الوقاية منه بسهولة من خلال التطعيمات. الحقيقة عندنا أمراض معدية أخرى للأسف لا يوجد تطعيمات لها، فالحمد لله نحن عندنا وتوفر مطعوم فعال وآمن ضد مرض الحصبة. زي ما قال الدكتورة نجوى أنه يمكن لشخص واحد مصاب بالحصبة أن يعدي من بين 9 من كل 10 مخالطين غير مطعمين، وده بيدينا فكرة قد ايه سرعة انتشار هذا المرض. طبعا زي ما قال معالي الوزير أنه تراكم الأعداد التي لم يتم تطعيمها في السنوات الماضية وصل إلى كتلة حرجة أدت إلى ظهور وانتشار هذا المرض في الأردن. والحقيقة أنه مهم جدا أن نعود مرة أخرى بالتغطية، نسب التغطية بهذه التطعيمات إلى أعلى من 95% أو أكثر بجرعتين على الأقل من المطاعيم التي تحمي الحصبة. أؤكد هنا طبعا أنه برنامج التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية للمطاعيم هو برنامج يهدف إلى التأكد من أن الأدوية والمطاعيم التي تشتريها البلدان تفي بمعايير الجودة والسلامة والفعالية، وذلك لضمان أن هذه اللقاحات المستخدمة في برامج التطعيم آمنة وفعالة. والحقيقة أنه زي ما قال زملائي أنه يبدو أنه هناك لغط أو خلط في الترجمة الحرفية لكلمة بريكواليفايد. المنظمة الصحة العالمية بتستخدم هذه الكلمة لتعني التأهيل المسبق لهذه التطعيمات بحيث يكون هناك ضمان لمأمونيتها وفعاليتها وكفاءتها وتكون جاهزة لمن يريد أن يستخدم. فكلمة التأهيل المسبق هي الترجمة الحقيقية والصحيحة، ومعناها أنه تم استيفاء كل معايير الجودة والأمان والفعالية لهذه التطعيمات التي تم تأهيلها مسبقا. ما معنى أنه تم التأهيل المسبق للمطعيم؟ معناه أن هذه المطاعيم تفي بمعايير منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالجودة والسلامة والفعالية، ومنظمة الصحة العالمية تضع معايير دقيقة جدا 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 لهذا الموضوع. أيضا تعني أن المطعوم مناسب للفئة المستهدفة ويلبي هذا المطعوم المواصفات التشغيلية وقابل للاستخدام. يتم طبعا التأكد من استيفاء هذه الشروط ومتابعة تنفيذها من خلال عمليات إعادة منتظمة للتقييم للمطاعيم التي يتم تأهيلها مسبقا، كذلك فحص مواقع التخزين وتنفيذ العديد من الاختبارات المستهدفة والتحقيق في أي شكوى أو أعراض جانبية قد تطرأ حول أي منتج ممن يتم تأهيله مسبقا. الحقيقة يعني لا أريد أن أخوض في بعمق في تفاصيل التأهيل المسبق، ولكن زي ما قال دكتور نزار يعني الهيئات الرقابية الوطنية بتشارك مع الخبراء مع منظمة الصحة العالمية في هذا الموضوع في التأهيل المسبق، بيشمل دراسة الملفات الفنية للطعوم، ملفات الفعالية، ملفات المأمونية والثبات وغيرها. بيتم عمل زيارة لمواقع وخطوط الإنتاج والتحقق منها، ويتم عمل فحوصات وعينات عشوائية من المطعوم وإرساله لأكثر من مختبر رقابة دوائية على مستوى العالم، ويتم مراجعة كل الملاحظات، وبالتالي إذا كان هناك ضمان لمأمونية وفعالية المطعوم يتم تأهيله مسبق أو اللي بنقول عليه pre-qualified. حبيت أؤكد على هذه المعلومات وأهميتها، وأنه منظمة الصحة العالمية أصدرت بيان مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في 27 من شهر 9 الماضي، أكدنا فيه إجابات دقيقة وواضحة لكل هذه النقاط التي تم إثارتها. شكرا جزيلا. شكرا دكتور باسم. إذن منظمة الصحة العالمية وأيضا اليونيسف هم شريك أساسي لهذه الحملة وداعم، ويهتم كثيرا، لا بل هو الراعي الأساسي لهذه الحملة بالتشارك مع وزارة الصحة والمؤسسات الأردنية.
الدكتور علي عطية، أنت استشاري طبيب أطفال، وجودك معنا على هذه المنصة ليس مجرد لأننا نحب أن تكون معنا، بل لأجل أن تقول للناس، للمواطن الأردني اللي عنده أطفال، ماذا يعني الاستجابة للمروجين، ماذا يعني تأخير المطعوم على صحة أطفالنا، وأيضا أي رأي آخر لك فيما يجري في هذه المرحلة من موضوع الحملة الوطنية والتحذير لإطلاقها بشهر 11. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لمعاليك. الحقيقة يعني أنا أمثل أطباء الأطفال في عمان وفي الأردن، ونحن كأطباء أطفال في خط الدفاع الأول في علاج الأطفال الذين يعانون من الأمراض المعدية أو غير المعدية، ولكن الأمراض المعدية طبعا هي من اختصاصنا واختصاص زملائنا في الأقسام الأخرى كالأمراض المعدية والباطنية. علينا دور كبير، ونشعر بالفارق الشاسع بين من يملك المناعة ضد هذا الفيروس أو أي فيروس وبين من لا يملك المناعة، فالمضاعفات خطيرة. وشاهدنا يعني في الآونة الأخيرة انتشار حالات الحصبة، والحمد لله تم السيطرة عليها. أهم شيء في الموضوع هو الثقة بين المواطن وبين الطبيب، وبين المواطن والطبيب من جهة ومسؤولي وزارة الصحة. فالحمد لله رب العالمين، نشعر باطمئنان وبراحة تامة إنه عشرات المواطنين الذين يتصلون بكل طبيب يوميا، وأنا متأكد إنه عشرات أو بجوز مئات الآلاف من المواطنين اتصلوا بآلاف الأطباء، وجميع الأطباء بالتأكيد طمأنوهم لأنهم واثقين من أن وزارة الصحة تقدم المطعوم الفعال، المطعوم الآمن. ولا يمكن بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن يتخيل بني آدم على وجه الأرض إن وزارة الصحة تنوي أو تفكر أو يعني تعمل على إيذاء ملايين الأطفال. هذا شيء يعني مستحيل، فكيف يصدقه المواطن؟ إذن الإشاعة يجب أن تتوقف، وهي المصدر الذي أدى إلى كل هذا الإرباك. جميع مواطنينا يذهبوا إلى المراكز الصحية لأخذ المطاعيم أو للعيادات لأخذ المطاعيم بانتظام، وحريصين جدا على أنهم يأخذوا جميع المطاعيم. وفي العقود الماضية حينما كان يكون هناك جائحة أو يكون هناك بعض الحالات، في كما تفضلت الأستاذة الدكتورة نجوى، وأنا كنت شريك معها في لجنة المطاعيم الوطنية لعدة سنوات، كان يتم عمل حملات تعزيزية وتمر بأمان، وكان يمكن هذه الحملة أن تمر بأمان لولا الإشاعة. فالإشاعة هي الأساس، وأنا واثق من أنكم رجال الإعلام ستساهمون بالدور الأكبر في وأد هذه الإشاعة. إذن لابد من بناء الثقة، ولابد من وقف الإشاعة، وإن شاء الله دائما مواطنينا في أمان وفي صحة وعافية. شكرا دكتور علي. أيضا دكتور محمد يحيى، رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بالوكالة. الأسئلة ربما يسألها المواطن وغير الإخوان الزملاء الموجودين، هل نحن نقترب، أو كما قال معالي وزير التربية والتعليم، في حالة حرجة؟ هل الأعداد للحالات قد تزيد؟ ما هو الوضع بالنسبة للفئات العمرية المستهدفة أيضا في عملية في الحملة الوطنية للتطعيم؟ تفضل. شكرا معاليك. زي ما تفضل معالي الدكتور فراس، انه احنا شهدنا ازدياد في حالات الحصبة منذ شهر 4 العام الحالي، تم تسجيل 163 حالة. المنحنى الوبائي لحالات الحصبة هو متناقص، صرنا نسجل في الأسابيع الأخيرة يمكن حالة وبعض الأسابيع حالتين. ولكن الموضوع المهم هون انه هذا المنحنى الوبائي بيحتم علينا في المملكة إنه لازم يكون في عندنا مطعوم. فلذلك دائما وأبدا الإشاعات، إحنا في المركز الوطني لمكافحة الأوبئة أخذنا الإشاعات من الأساس. هل الإشاعات هي ضد المطعوم كمطعوم؟ لا، الكل متفق إنه لازم نأخذ المطعوم. بعدين انتقلوا، هل الإشاعة هي في المصدر تاع المطعوم، سواء كان الشركة الهندية ولا غيره؟ وهي لما عملنا إحنا بحث علمي بالتعاون مع وزارة الصحة، ما في أي معلومة بتشكك في مصدر المطعوم،
وهذا المعلومات كلها موجودة على الإنترنت، وأي شخص أي أب أي أم بيقدر يبحث عن المصدر اللي إحنا راح نجيب منه المطاعيم في المملكة. انتقلنا للإشاعة الثالثة، هل الأم آر ولا الأم أم آر هو السبب في الإشاعة؟ كل الدراسات واللي عرضها الدكتور فراس وأنا شخصيا شفتها، ما في ولا دراسة علمية منشورة على في أي مجلة علمية محكمة بتشكك ولا 1% من مأمونية المطعوم. المطعوم آمن، وهذا مثبت في الدراسات العلمية المنشورة في المجلات المحكمة. وإحنا عملنا بحث مع زملائنا في وزارة الصحة، ما لقينا أي دليل علمي لأي إشاعة، سواء كان للمطعوم كمطعوم أو المصدر أو الأمآر اللي هو المطعوم اللي إحنا راح نستخدمه في هاي الحملة. فلذلك المصدر اللي بدنا نبحث عنه بدنا نتأكد إنه هذا المصدر هو مصدر ثقة للمعلومة ولا لا. وبالنهاية قبل الأسئلة، إنه إحنا في المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية من واجبنا الوطني بحتم علينا إنه نحكي ما في أي داعي للشكوك ولا في أي داعي إنه إحنا نطعن في هاي الحملة. بالعكس، إحنا داعمين لوزارة الصحة ولكل الجهود الوطنية ولكل المنظمات في إنجاح هاي الحملة اللي راح تعود على مستوى الصحة العامة في المملكة إن شاء الله، وراح ترجعنا زي ما كنا إنه صفر حالي بإذن الله. شكرا. شكرا دكتور، شكرا لهذا الإيضاح. أتمنى على الزملاء الكرام إنه اللي بده يحكي رجاء أو يسأل يكون السؤال سريع وأيضا التعقيب سريع، نصف دقيقة لأنه العدد كبير، وأيضا أن يوضح اسمه والجهة التي يعمل بها أو التي يروم عنها. أستاذ ماجد تفضل. ما بعرف إذا بيعرفوها الشباب، يعني كل مرة بالطعن، مش أول مرة، هناك حملات وطنية يعني منذ نشأة الدولة الأردنية، وعندنا مؤسسات يعني صحية ومنظومة صحية متكاملة، وزارة الصحة والخدمات الطبية والقطاع الخاص، ومعركتنا في كورونا تشهد على ذلك، وحتى الأرز الفاسد اللي قبل أيام يشهد على قوة مؤسساتنا ومنظومتنا الطبية. لكن أنا سؤالي يعني، وإحنا طلعنا قبل فترة يعني من سن قانون الجرائم الإلكترونية، يعني أين هذا القانون من هذه الإشاعات والتعامل مع هذه الإشاعات؟ أنا امبارح واحد دخل معي نقاش على الفيسبوك بحاول يقنعني. طب إذا الأطباء واللي بيطعمهم بدوا أولادهم بيطعموا أولادهم قبلكم، شو القصة؟ فشكرا، بس حبيت أحكي لك. أنا سؤالي المحدد، هل هنالك بزنس وشركات وراء هذه الإشاعات؟ لأنه مش معقول، كل الناس عارفة إنه إحنا زي ما حكى أخونا ماجد كنا طعمنا يعني عشرات المطاعيم ولا حدا يعني صار فيه في هذا الموضوع. ليش دائما لما يصير في حملة وطنية بتم عليها تشكيك؟ هل الشركات فعلا صوتها عالي ولديها زبائن بيشتروا هذه الروايات وبوزعوها على السوشيال ميديا؟ شكرا جزيلا. شكرا لك. قبلوا لهذا المطعم، هل هناك خطة بديلة أو أنه سيكون أنه يعمل المطعم أو أنه خلص بدون المطعم؟ شكرا. شكرا لك سيدي. بالنسبة لأي جهد اتصالي مسبق أنا بعتذر وآسف، آسفين حقوا علينا. نبدأ، وجهود سابقة مقدرة لكم في الإعلام ولكل أذرع المؤسسات والوزارات. ربما لم نتوقع أن يكون الجهل يسود عند الناس، لم نتوقع أن تضع منصات إعلامية ومؤسسات إعلامية ناس يحملوا الخرافة ومعلومات مضللة عن ناس ماتوا في دول ثانية، خلطوا دواء لا علاقة له بدواء الحصبة وبيقولوا انه بموت. فشكرا لك واسف استاذ الدكتور فراس البكري. اليوم في سؤال، ما الفرق بين ام ار وام ام ار، وما هي الفرق انه اطفالنا طعموا الان ليش بيطعموا؟ مشان نرجع بعدين. تفضل سيدي. طيب شكرا. شو الفرق بين ام ار فاكسين وام ام ار؟ ام ار ستاندز ميزلز روبيلا، فيروس الميزلز روبيلا، والام ام ار ستاندز فور او تعني ميزلز ومامس روبيلا. الميزلز هي الحصبة. نعم. طيب عربي دكتور، فهمنا بالعربي. نعم بالعربي. ميزلز هي الحصبة، الروبيلا هي الحصبة الألمانية، المامس هو الأبوتغيم أو النكاف. هاي بتسبب من فيروسات. هلا إذا المطعوم بيحتوي الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف بسموه MMR. إذا المطعوم يحتوي على الحصبة والحصبة الألمانية بسموه MR. وفي مطعوم كمان الحصبة العادية بسموه ميزلز الام.
هلا هذا هو الفرق بيناتهم. اذا الام ار يوفر حمايه للحصبه والحصبه الالمانيه، الام ام ار يوفر حمايه للحصبه والحصبه الالمانيه وابو دغيم. هلا في برنامجنا الوطني نحن نطعم للاطفال الميزلز، ثم نطعم جرعه ام ام ار على سنه، ثم على سنه ونص بنطعم كمان مره ام ام ار. هذا البرنامج الوطني. الحملة الآن سيستخدم فيها مطعوم MR فقط، لا يوجد مطعوم، لا يوجد فيروس المامبس أو النكاف في هذا في الحملة هاي، لأسباب منها إنه ليست مشكلتنا الآن مع المامبس. لماذا نقدم فيروس في المطعوم؟ لا ضرورة له. فإحنا الآن نستهدف الحماية من الميزز الحصبة والحصبة الألمانية الروبيلا. فهذا فيما شكرا. دكتور عزمي تفضل معك. يعني هو بالحملات التطعيم الشاملة ما بنحسب جرعة، بنعطي الجميع بلا استثناء، هذا أولا. بعدين يعني ما أنا ما بقدر أجاوب من مصلحته العبث، مثل ما أستاذ أسامة حكى، يعني بهذا يدعو للشك، للإصرار على التشكيك واستخدام أساليب غير علمية. يعني مثل ما أشار معالي الدكتور فراس، إنك تأخذ رقم من إنترنت وتشيع وتحطه في غير سياقه، وضعه في غير سياقه، هذا أمر خطير. يعني أنا بعتقد هذا اللي هلأ الحصبة نعطيها عادة بالدول اللي فيه سيطرة من 15 شهر جرعة أولى وجرعة ثانية عند دخول المدرسة. في الدول اللي تحدث فيها أوبئة تبدأ بشهر التاسع تعطى، لأنه الطفل بيكون عنده مناعة من والدته لتسع عشر، فتعطى على الشهر التاسع والشهر 18، ويمكن إعطاء جرعة عند بدخول المدرسة. أنا هذا الأمر يستدعي، إذا ما انتشرت الحصبة بدك تغير برنامج التطعيم كله. ولذلك نحن بالأردن كان عنا بسبب السيطرة على انتشار الوباء كنا نطعم 15 شهر وعند دخول المدرسة جرعتين، وهذا أمر مهم جدا. يعني السيطرة على هذا الوباء ومنع انتشاره ورفع نسبة التطعيم ل 95% فأكثر، العودة للنسبة ساعدنا أنه نظل نرجع لبرنامج التطعيم الوطني سابقا. يعني ما في خطط بديل للمطعوم، ما في لا يوجد علاج للحصبة، لا يوجد علاج نوعي، الحل الوحيد هو المطعوم، لا يوجد أي حل آخر للمطعوم لمنع انتشار مرض الحصبة. شكرا دكتور عزمي. دكتور فراس، سؤال ورد إنه نعمل قانون الجرائم الإلكترونية، وإذا لم يفعل أو لم يعمل القانون بهذا الوقت وبهذا التوقيت ضد المعلومات المضللة والتسجيلات وما يقذف أمام الناس من حقائق غير علمية، متى سيفعل؟ هل سيفعل على مواطن ينتقد وزير أو مسؤول لأنه ضاق فيه العيش؟ أم تترك الناس الذين يلعبون في مصائر الناس وأمنهم وصحة أطفالهم دون محاسبة؟ ماذا فعلتم كوزارة صحة، أنتم الجهة اليوم الذين تجيبون على هذا السؤال؟ تفضل سيدي. شكرا جزيلا. بدي أؤكد أنه اليوم وزارة الصحة لن تتهاون في استخدام هذا القانون. بالأمس تم توقيع كتابين وتحويل جهتين إلى الجرائم الإلكترونية. نحن نعمل عن قرب مع النيابات العامة، وسنحتفظ بحقوقنا كاملة وملاحقة كل مطلقي هذه الأخبار الكاذبة والإشاعات. يمكن في كمان شغلتين، يعني في إجراء قانوني بالتأكيد، ويعني إحنا في أي لحظة نتعامل مع أخبار كاذبة ومضللة سنقوم بملاحقة مطلقي هذه الأخبار. بدي أكد مرة ثانية إنه الحملة في 2013 استخدمت نفس المطعوم MR وليس MMR مثل ما حكت إحدى الزميلات، هو MR ونفس المطعوم من نفس الشركة. لا نعلم إذا في شركات وتضارب شركات، هذا إحنا اليوم بهمنا مصلحة المواطن الأردني. بدي أكد اليوم كونه الحملة اليوم نناقشها، نحن لم نبدأ بالحملة. أنا بعتقد وجود الجميع اليوم وهذه المنابر الإعلامية المختلفة يجب أن تدرس وتدرس
في الدول، لأن كل الدول تعاني اليوم كما نعاني في الأردن، لأنه تحدثوا عن التشكيك، كلها تعاني كما نعاني في الأردن. وأنا بعتقد اليوم وجودكم رائع جدا حتى يتم قياس أثر هذا الوجود في التأثير على الرأي العام وتحويله، وإحنا متأكدين بإذن الله هذا اللي راح يحدث، لأنه هذا يحدث دائما في المجتمعات، وتحويله إلى أن يتوجه إيجابيا. نعتقد أنه إحنا كسبنا ثقة المواطن في أزمة كورونا، والعالم حقيقة يحترم التجربة الأردنية. وأنا متأكد اليوم أنه دائما بالمراجعة والاطلاع على البرنامج الوطني للتطعيم، المواطن الأردني يحترم هذا البرنامج اللي دائما ساهم بإنقاذ أبنائنا. كان في سؤال على السجل الإلكتروني. السجل الإلكتروني للأسف ما كان موجود، إحنا الآن نعمل على سجل إلكتروني، وأيضا في هذه الحملة اليوم كلها إلكترونية راح تكون. فالسجل الإلكتروني ماشيين فيه. مراحل التطعيم زي ما تحدثنا هي عالميا بتبدأ عادة بطلبة المدارس اللي أقل من 18، وإحنا راح نبدأ بالفئة الأكثر اختطارا منهم اللي هم الأقل من 10. الحملة ستستمر حسب الأصول العلمية، سيد هذه التجربة هو العلم وليس الإشاعة المضللة. على هذا التوضيح الذي يهم جميع المواطنين في المملكة والهجنة، أريد أن أسأل، يعني قانون الصحة والسلامة العامة تحدث صراحة عن إجبارية أو إلزامية المطاعم، وهذا قانون، وقد تحدث يعني زملاء لك سابقين في حملات سابقة أن الدولة تستطيع أن تجبر على إعطاء المطاعم في حالة أنه كان هناك تهديد للصحة والسلامة العامة. أنت معالي الوزير، أنت تقول أن الحملة مستمرة وأنها آخر شهر تشرين أول ستبدأ، ما هو تصور وزارة الصحة؟ هل ستعمل على اختيارية المطاعيم وهذا لن ينجح الحملة بالصورة الشمولية، لأن هناك عدد للمطاعم، وهل ستلجأ إلى تطبيق روح القانون في المحافظة على الصحة والسلامة العامة؟ وشكرا. شكرا. المطعوم حدثت الوفية، هل المطعوم القادم إلينا بودرة؟ وسؤالي سؤالي اللي سؤال مهم سعادتك علي، رئيس لجنة الصحة النيابية معالي سعادة النائب في رأس الإقضاء، تحدث إنه ما تقدر وزارة الصحة إنها تجيز هذا المطعوم بدون الرجوع إلى اللجنة، فما رد؟ جميل، أستاذ تفضل. حكى عن الدكتور ماجد لأنه سألت عنه كل الأسئلة تقريبا. معاليك حكيت أنه تحتفظ بحقه القانوني، هل ستحاسب النواب الذين صرحوا، خاصة زي ما حكوا الشباب رئيس لجنة الصحة وقال أنه ما عندنا مختبر لفحص هذا المطعوم، وزي ما نزار بيت قال أنه بده يخلي أولاده يأخذ مطعومه لن يسمح لأبنائه، وهم أطباء بالمناسبة كمان، يعني أتوقع من هذا الوسط. هل نحن ذاهبون إلى جائحة جديدة، إغلاقات، إغلاق مدارس؟ أتمنى هذا. جميل. اللي صار إنه إحنا بحثنا في الدراسات اللي منشورة في مجلات محكمة، ولكن ما تم عمل دراسة هون لا للأم أم آر ولا للأم آر. شكرا. دكتور عزمي تفضل. طيب، يعني انا بعتقد انه الانتشار، يعني مش عارف اي كيف توزع الاسئله الدكتور مان، الانتشار اللي بالاردن هو وباء بالتعريف، انه الحالات العدد الحسبي اللي كان عندنا حالات قليله جدا، ارتفاعها ل 163 هو بالتعريف وباء مش جائحه، الجائحه هي اللي بتنتشر باكثر من دوله بالعالم. فهذا هلأ عزوف الأهل عن توقيع نموذج المطاعم، إحنا أنا ما بعرف إذا هذا موضوع سنتعامل معه بمساعدتكم. الأهل عادة متعاونين، المطاعم لها قبول، تلقى قبول كبير. أنا قبل حوالي أقل من شهر وزارة الصحة طعمت للكزاز، وأنا رحت على المدارس لقيت صف العاشر تحديدا كلهم طعامين للكزاز، وكان ما في مشكلة، ولا حدا لا حدا شكى ولا سمعته بأي شيء. السبب الشائع، يعني أنا بحكي عن ثلاث شغلات، خلط المطاعيم أحد أجابه، ما بعرف منين خطرت عبال المطلق شائع أنه خلط كورونا البروتين الشوكي مع الميزلز. الميزلز هي فيروس بشكل مطعوم، فيروس مضعف، يعني هو حي مضعف ضعيف
يسبب انفكشن، يعني بيسبب عدوى لكن ما بيسبب مرض، ما بيصيرش عند الشخص مرض. الشغل الثاني اللي طلعت اغرب بكثير انه المطعوم مخلوط بهرمونات مدروسه لتحدث شذوذ جنسي، وانا سمعتها وكلكم سمعتوها. انا يعني هذا اللي اطلقها عبقري، اذا بيقدر يثبت هذه المعلومه بياخذ جائزه دوليه على الابداع. يعني هذا اغراق في التشكيك والتخريف، يعني بصراحه كيف انه واحد بيطلق هيك اشاعه بعده بيناقش ويستضاف على المحطات الاعلاميه. وامبارح بحكي انه 5% من اللي بيتلقوا المطاعم بصير عندهم انافيلاكسس. الانافيلاكسس هي صدمه الطاق، هاي بالحياه بتصيرش عند يعني نادرة جدا جدا جدا، بده يكون عنده حساسية خاصة. بيحكي 5%، احنا مفهوم الشائع لما تقول عن شيء شائع يعني 1%، فهذا مش شائع بس شائع جدا. يعني لو كان هيك نص الأردنيين ماتوا بصدمة آقية بسبب يعني هذا التصريح العجيب. فهي هلا أنا بعتقد نفسية الأهل والتوتر خلقت الإشاعات والسوشيال ميديا والرسائل. يعني في ناس وكأنه عنده مهمة مقدسة إنه ينشر الشائعة ويبثها وتناقلها بين الناس، هي أحدث الأثر. يعني وأنا بحكي بردك بر هذا السوشيال ميديا، وأنتوا أحد الأسلحة اللي بدكم تحاربوا السوشيال ميديا، هذا اللي بده يطمن الناس. أنتوا الرسالة المطمئنة للناس هي من الإعلام بصراحة، وإذا لم يقل من الإعلام بهذا الدور فهي أكيد مشكلة. يعني التطعيم 120,000 الدكتور فراس حكاها، ما هي البرنامج الوطني 120,000 كان برنامج الوطني للتطعيم، وهي نتيجته أنا بعتقد في ترند انخفض الحالات بدأت تنخفض، بس هذا مش ضمانة. إذا ما في حملة ما بنضمن بعد سنة يصير عنا وباء حسب جديد. يعني بترك للدكتور فراس يكمل الإجابات. خليني أجاوب فراس. من حيث انتهى معالي الدكتور عزمي على 120,000. 120,000 هذول يا جماعة لم يأخذوا أي جرعة مطعوم، صفر. هذه مش جرعة معززة زي اللي رح نعطيها للمجتمع الآن، فبالتالي هذول بيأخذوا، إحنا كثفنا هذول البرنامج العادي ومن ضمنهم مطعوم الحصبة. فهذا البرنامج العادي اللي فيه كل المطاعيم، يعني أعطيناهم مش بس إحنا الحصبة، وأعطيناهم الشلل للأطفال والكزاز وكل المطاعيم اللي لازم يأخذوها، فهذولا أشخاص لم يتلقوا المطعوم. معاليك، وهذه ستستمر بالتأكيد. يعني الحملة مستمرة، هذا برنامج الوطن لا علاقة له بالحملة اللي نحكي. 100%، نعم. 100%. فهذا مطاعم منفصلة عن هذا المطعوم. هذا المطعوم اللي هو الجرعة المعززة اللي يعطى لحتى الأطفال اللي تطعم، وهذا شيء ثاني. أنا بدي أرجع أكد يا جماعة، الـMR هو أبسط من الـMMR. يعني لو بنفكر مع بعض، بدل ما إحنا عم نعطي 3 مطاعيم للطفل اللي هو الـMMR، قاعدين نعطيه 2. يعني لو في أي شيء بالعكس، إحنا المفروض يكون الضرر أو احتمال المضاعفات أقل. أنا بدي أتوجه لأولياء الأمور، أنتوا بتطعموا أطفالكم وبتشاهدوا هذا التطعيم دائما، وأنتوا أكثر ناس خبرة بالأعراض الجانبية، وبتشوفوا هذا بصير عنده شوية طفح جلدي، بصير عندهم شوية حرارة، هذا ما هو متوقع من هذا المطعوم، لا شيء أكثر من ذلك. أما فيما يتعلق بأنه إحنا لا يمكن أنه نجيز هذا المطعوم إلا خلال إخواننا في وزملائنا في لجنة الصحة في النواب، لا، هذا أول مرة بسمع فيه. إحنا في طرقنا الطبية معروفة، المؤسسة الوحيدة في الأردن اللي قادرة على تفحص هذه المطاعيم مؤمنيتها وكل شيء هي الغذاء والدواء، وهي معنا. إحنا لو كل مطعوم أو دواء بدنا نستخدمه جديد بدنا نتوجه إلى مجلس النواب، ما بنتهيش عملنا. مجلس النواب معروف قوانين التشريعات بنلجأ لهم، لكن الأمور الفنية والطبية لا. إحنا جلسنا مع اللجنة الصحية، وأنا هنا بدي أوضح، إحنا خلال من شهر 4 يا جماعة وإلى الآن ظهر جميع كوادر وزارة الصحة، ظهروا على الإعلام، تحدثنا عن أعداد الحصبة منذ شهر 4 إلى الآن وإحنا بنظهر على الإعلام، وقعنا في ودعينا وسائل الإعلام إلى وزارة الصحة، وغطوا توقيع الاتفاقية ما بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنيين لتعيين 500 طبيب. هذا الحكي صار له أكثر من 2.5 شهر،
وأعلنا على الكاميرات وأمام جميع الإعلام جميع وسائل الإعلام أنه هذول 500 طبيب حتى نستخدمهم بالحملة القادمة للحصبة. وقمنا بالظهور على وسائل الإعلام للحديث عن هذه الحملة وتوزيع هذه الكوادر على مدى 6 شهور. للأسف ما كانش في أي اهتمام أو أي سؤال إلى أن تحدثنا عن أنه إحنا في مطعوم بدنا نجيبه. وعندما تم الإعلان أنه في مطعوم بدنا نجيبه في حملة بدأت الإشاعة. أما على مدى 6 شهور، وأنا بترجاكم اليوم ترجعوا إلى وسائل الإعلام وتشوفوا إعلاننا عن توقيع الاتفاقية وتوقيع النقابة للاتفاقية مع الاقتصاد الرقمي، تم الإعلان عنها، وهذا هون في الوزارة قمنا فيه. جميع الكوادر اللي ظهرت على الإعلام للحديث عن أعداد الحصبة وكيف انطلقنا وتطعيم اللي عملناه على الفرق الجوالي في البرامج الإعلامية. لكن إحنا في النهاية أنا بدي أشكركم جميعا، يعني حتى أنا يعني أتحدث في هاي النقطة بالذات، لو عدت اليوم إلى تسجيل البرامج اللي موجودة بعام 2013 لما أطلقوا حملة التطعيم في ذلك الوقت، وانظروا إلى المقابلات التي تمت مع معالي وزير الصحة في ذلك الوقت ومع مدير الرعاية الصحية الأولية ومع مدير الأمراض السارية، مروا بنفس الظرف مع فارق، ما كان في جائحة كورونا، الناس ما كانتش متوترة من المطاعيم زي ما هي الآن، ما عندها الشكوك اللي موجودة الآن. أما ضمان الحملة أنا بحكي لكم لا يمكن لأي حملة في العالم للتطعيم أن تنجح وبما في جائحة كورونا بدون اقتناع المواطن. إحنا سنستمر في إقناع المواطنين، سنستمر في توضيح أهمية ذلك لأبنائهم. إحنا سعيدين اليوم أنه بنجلس أمامكم في مؤتمر صحفي للإعلان عن حملة حتى ما يحدث عندنا جائحة، ومش جالسين معكم في مؤتمر صحفي نبرر أنفسنا ليش في عندنا 5000 طفل وفي عندنا عدد من الوفيات ولم نتصرف. إحنا تصرفنا وسيطرنا على المنحنيات الوبائية منذ بداية شهر 4، وهذا إجراء يتم في دول العالم ونجحنا فيه، وقمنا باتخاذ كل ما هو مناسب من تهيئة الكوادر وإحضار المطعوم المطلوب، واليوم باقي تعاون المواطن معنا حتى نحمي أبنائنا. فلذلك بالعكس كل الشكر لكم وإحنا معكم يد واحدة بإذن الله. دكتور مهند بس شكرا دكتور عزمي. مشان شكل المطعوم شكل بودرة ولا شكل المطعوم بودرة. وخليني أوضح شو الفرق بيننا وبين غيرنا. غيرنا ظروفه صعبة، إحنا ما عندنا هذا الأتراكيوريوم، هذا دواء يستخدم في غرف العمليات، إحنا لا عندنا غرف عمليات في مدارسنا ولا غرف عمليات في مراكزنا الصحية ولا يستخدم هذا خارج المستشفيات. سيدي موضوع النواب والتعامل معهم في أطر رسمية للدولة في هذا الأمور، في فصل برين ما هذا الحكي إحنا يعني صراحة يجب أن توجهوا هذا السؤال للنواب نفسهم ولمجلس النواب الذي نحترمه ونقدره. نعم. وكل التقدير له. دكتورة نجوى خوري، أنت أستاذة عالمة يمكن درستي أغلب الموجودين على المنصة ما شاء الله، فبدنا منك بما فيهم معالي الوزير مسك، وأنا أفتخر بذلك. طيب خلينا نفتخر في إنها نفتخر سوا. الله يرضى عليك دكتورة. بهذا المشهد يحتاج إلى جملة ختام تذكير للناس، إحنا لا نخوض معركة بين حق وباطل، بين فكرة ونقيضها، نخوض معركتنا ورهاننا الوحيد على المواطن، وقناتنا الأساسية هي الإعلام المهني والمسؤول لنحترمه ولنعتذر منه إذا قصرنا، كما نعتذر من أي مواطن أردني إذا لم تصل رسالة سابقة عن جدوى ما نقوم به أو ما تقوم به مؤسسات الدولة. تفضلي دكتورة. أنا بحب أشير إلى أنه كان لي الشرف أني أكون رئيسة اللجنة لأكثر من 20 عام، وفي بعض من الأحيان كان يكون عندنا دائما الشائعات دائما تأتي عندما تكون أنت ناجح، إذا أنت مش ناجح ما حدش رح يحكي عنك، الشائعات تأتي عندما تكون ناجح. فإحنا دائما الواحد لازم يكون يتنبه إلى الشائعة، وفي ذلك الحين بتتذكر الدكتورة يمكن في كان عندنا خاصة وإذا الشائحة في مرض خطير جدا وهو الشلل، فكان موضوعنا يعني عملنا بسرعة وانتبهت على شغلتين. أولا أهم نقطة أنه يكون أنت استباقي وتكون عندك من أولها، وأنا أدعو الإعلام في هذه الحالة أنه مش بس لما يصير في مشكلة
أنا أظن التثقيف للمواطن من خلال الإعلام عن الأمراض اللي إحنا عم نطعم إلها لازم يكون ولو باراجراف صغيرة كل يوم كل يومين كل أسبوعين ثلاثة، شو هو المرض، شو هو الشلل، شو هو كذا، وكيف إحنا نقي الإنسان منه. هذا أولا يثقف المواطن، ثانيا بخليه يعرف شو إنه إحنا عملنا بنعطيه من أجل هذا، يكون عنده فكرة. كمان يمكن نحط له كلمتين إنه في بعض الملاحظات، إنه يمكن يكون في ملاحظات جانبية تحكي أو تطلع عليها. هذا أظن أنا لقينا لما كان عندنا الشائعة، أنا كنت أسميها بست أنتيدوت. الشائعة هي مثل السم لهذا الموضوع. الأنتيدوت هي المعرفة، المعرفة بالمرض، المعرفة ليش إحنا عم نطعمك من أساسها. مين بده يعطيك التطعيم إذا إحنا مش خوفانين عليك، وإذا فيش فيه هنالك خطر داهم؟ عم بيصرفوا ليل نهار مصاري جهد والكل راح الموضوع، وإحنا بديش وبدي. إحنا ما عم نعطيك المطعوم لأنه إحنا جبنا لك إشي من برا. فياريت إنه المواطن يعرف الحصبة بتقتل. أنا كان عندي وفي عندنا دوريات كثيرة إذا بتحبوا تطلعوا عليهم نشرناها من زمان، في كان يموتوا، كان يصير معاهم مرض الدماغ. فالحصبة مش سهلة، ونأمل إنه يكون لكم أنتوا دور كبير توعوا المواطن إنه هذه حملة يجب أن تدعم بأكثر المستويات. وشكرا كثير. شكرا لكم الزملاء والزميلات الأعزاء في الإعلام. أيضا يجب أن ننهي الكلام هنا بفصل الخطاب بأن المواجهة بين في هذه المسألة هي بين الذين لا يقبلون بالإجراءات التي تحمي صحة الناس، وبين الذين يروجون للإشاعات والكلام غير العلمي. أقول لكم بأن النيابة العامة باشرت بالتحقيق مع مروجي الإشاعات والتسجيلات والحقائق غير العلمية، لأن الأمر في عهدة القضاء. في الختام ننقل لكم تحيات دولة رئيس الوزراء دكتور بشر الخصاوني، الذي يوجه باستمرار للتعامل معكم بكل عقلانية واحترام، وبما يحتاج الإعلام من اعتراف بأنه هو الشريك الأساسي لنا في كل هذا. أشكر وسائل الإعلام المختلفة في هذه القاعة، أشكر من يستمع إلينا في الميدان، وأعتذر عن أي تقصير، وأشكر زملائي أصحاب المعالي والعطوفة وأهل العلم والمعرفة. شكرا لكم وفي أمان الله. شكرا لكم.